كمان الطائره باذل جهد كويس، ومن الاتحادات الحقيقه اللي بتحارب عشان تحط مصر في المقدمه. كده تكون انتهت اخبارنا، خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين، عشان بعد الفاصل نستقبل فريق كره السله سيدات واللي استطاع ايام حصد ثاني القابه هذا الموسم وهو بطوله القاهره، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما حضراتكم شفتوا ده كان ثاني القاب فريق كره السله سيدات واللي استطاعنا يفوزوا ببطولة القاهرة منذ أيام، واللي شفناه وتابعناه على شاشة قناة النادي الأهلي. في البداية برحب بكابتن الفريق الكابتن وكابتن دينا عمرو. ازيك يا كابتن دينا؟ ازيك كوتش هيثم؟ منورانا، مبروك. ميرسي لحضرتك. مكسب جدا بصراحة. أكيد أكيد. لا بصراحة يعني أكيد. الحمد لله. وبنرحب طبعا بنجمة الفريق اللي الحقيقة كان ليها دور كبير جدا في المباراة اللي فاتت، وحتى جمهور النادي الأهلي علق على ظهور مستواه بشكل جيد. معانا طبعا فريده وائل. ازيك يا فريده؟ ازيك يا كوتش؟ ازي حضرتك؟ ميرسي لحضرتك. الله يبارك. يعني الحقيقه اداء كويس والمكسب اكيد كمان حلو. اه طبعا الحمد لله كان مكسب حلو، وكانت دافع يعني البطولات الجايه ان شاء الله. ان شاء الله. دينا اجيلك، يمكن البطوله او الموسم ده ليه طعم تاني او شكل تاني او ليه وضع تاني. احنا الموسم اللي فات ما كانش احسن حاجه. دي حقيقة. فبيبقى الموسم اللي بعد الموسم السيء او الدروب ده بيبقى حاجه من يا بتعيش في الدروب تاني بالظبط، يا بتطلع وبتطلع بقوه. فانت ككابتن الفريق كنت شايفه الاستعدادات دي؟ لان اكيد ليكي دور، اكيد كان ليكي دور مع الجهاز الفني وليكي دور في الكلام، مش بس جزء فني في الملعب، وطبعا كنت ادي جزء كبير جدا فني في الملعب، ولكن نتكلم على الجزء الاداري مع اللعيبه. شفت الموسم ازاي وبدايته؟ هو زي ما حضرتك قلت في البدايه، طبعا اكيد احنا جينا من فتره مش كويسه، فكان حافز لينا طبعا ان احنا لازم السنه دي نعمل حاجه. ف يعني بصراحه كابتن طارق يعني بيعمل لنا كل حاجه احنا نفسنا فيها يعني بجد. وفعلا طبعا مع تدعيمات السنه دي، مع ان فعلا كل واحد حاطط الموضوع في دماغه، وفعلا كل الناس بتعمل اللي عليها وزياده، وكله بيجي حتى على نفسه وكل حاجه عشان احنا فعلا عايزين نكسب. فكانت الدليل الحمد لله ان احنا مع اول بطوله اللي هي كانت بطوله المرتبط، احنا كان في كرم احسن من كده بصراحه. يعني كان شكلها حلو جدا جدا. صحيح. جدا فعلا فعلا. لا وكمان كل الناس كانت مبسوطه، اصابه المحترفه كمان ولعبته من غيرها بالظبط. فهو فعلا كويس. يعني هو كمان حتى يعني بصراحه حتى المحترفه مش لاعب اللي هو الاساسي، هو لاعب مفيد للفرقه. فاللي هو حتى يعني كابتن طارق مثلا هو اكيد بيعتمد عليها وكل حاجه زي اي فرد من افراد الفرقه، بس هي موجوده بتساعد فرقه، وهي حد متعاون جدا، مش حد اناني او مش اللي هو بينزل عشان مثلا يجيب 30 بوينت لوحده ومالوش دعوه. يعني افهم من كلامك ان الفرقه النهارده ما بتعتمدش على النجم الواحد زي قبل كده؟ بصراحه كل الفرقه نجوم بصراحه. دي حقيقه. لا الحمد لله كلنا من يعني من اكبر لاصغر حد الحمد لله. يعني حتى لما اي حد بينزل بدل اي حد تاني مش بيحصل اي مشكله، بل بالعكس اللي نازل بيبقى عنده دافع يعني قوي جدا ان هو يلعب كويس قوي قوي قوي، واللي خارج بيشجعه اكن هو اللي بيلعب بالظبط. والحمد لله ده فعلا. طب افهم من كلامك دينا برضو ان التغيير اللي عمل طفره كبيره، طفره يعني انا شايفها طفره، انا مش شايفها يعني مكسب المرتبط بسكور عالي زي كده، تخش على بطوله القاهره بالمنظر الحلو ده. الطفره دي مش بس فني، كمان روح. انا فاهم من كلامك ان في روح تانية خالص. لا هي بصراحه دي حقيقه، يعني بدليل حتى انه احنا الحمد لله فرقه كامله متكامله يعني في كل بوزيشن الله اكبر. طبعا مع التدعيمات اللي حصلت السنه دي ورجوع سرايا وميرال، ومعانا دلوقتي طبعا فريده، كله بدأ يرجع نفسه. كنا احنا حتى فاقدين الثقه شويه، فاقدين المكسب، ومش عارفين نرجع ده تاني. ما بالظبط. فعشان كده مش عارفين نرجع تاني، فعشان كده هو بالنسبه لنا تحدي. طبعا الجمهور يعني عامل اساسي، لان هم اكيد شافونا واحنا بنخسر، فاكيد دي حاجه وحشه، واحنا من نفسنا اكيد زعلانين. احنا ما نستحقش كده. صحيح. مش بقلل من اي حد تاني، بس احنا الحمد لله دايما يعني بصراحه هو اللي بيلعب في الاهلي دايما العبء عليه يعني اكتر بكتير من اي نادي تاني. انت بتتحاسب، انت بجد بتتحاسب بعد كل بطوله وبعد كل جيم. فكانت النتيجه الحمد لله ان احنا ماتش او يعني بطوله المرتبط الحمد لله بلا هزيمه. ودلوقتي ان شاء الله والمنطقه برده الحمد لله بلا هزيمه، فكده 2 من 5 ان شاء الله. السوبر يوم 24 يا رب يا رب يا رب، نتمنى ان هو يبقى الثالث ان شاء الله. ان شاء الله بقى يبقى بعدها باذن الله الكاس والدوري يا رب. يعني هنستناكم برضو ان شاء الله. بالظبط. فريد اجي لك، يمكن اخد من كلام دينا انه انت ما شاء الله السنه دي عامله موسم يعني كويس. ايه سر التغير؟ ايه الطفره اللي حصلت؟ ليه يعني انت لعيبه كويسه طول الوقت، بس الموسم ده يعني انت ظاهره بشكل بسم الله ما شاء الله الله اكبر حاجه مميزه جدا. ايه السر في كده؟ والله يعني هي اكيد برضو زي ما دينا قالت، هو كانت ثقه. يعني احنا بدانا نرجع الثقه، وبرضو كابتن طارق لما جه كان بدا يعني هو بيحفز دايما وبيحاول
يدي كل واحد ان هو يحاول يدي الثقه في نفسه وان هو يعني معتمد عليه. ودايما كابتن طارق بياكد ان هو معتمد على كل حد وكل حد ليه دور وكل حد يعني كابتن واثق فيه. فانا كنت والله يعني السيزون ده كنت حاسه ان انا عايزه ادي اكتر عن السيزونز اللي فاتت، كنت بتمرن اكتر وكابتن طارق كان برده بيدعمني اكتر وبيديني سبورت وثقه، فدي برده حاجه اكيد ساعدتني مع برده التدعيمات وانه الفرقه كلها احنا السنه دي الفرقه كلها كله عنده روح وكله بيثق في بعضه وكله يعني عايز يكسب، فدي برده حاجه بتساعد كل اللعيبه ان هي تظهر بشكل انت قلتي كلمه حلوه، يعني انت قلتي ان هو ان اللعيب بياخد الثقه من وسط كلامك، يعني ان اللعيب بياخد الثقه من مدربه. يعني انت لما تلاقي المدرب دعمك ومؤمن بقدراتك فبالوقت ده انت بتموت نفسك. والحته السيكولوجي دي حته مدربين كتير غايبه عنها. يعني هو عايز اللعيب مكنه اقعده ماتشين ثلاثه واروح منزله عايزه يبقى نجم. فيمكن التغير الكبير ده افهم من كلامك انت طول الوقت كويسه ولكن مع الثقه اللي خدتها من الجهاز الفني انت اثبتك مكانك. طيب خلينا نقول على مباراتين السوبر، يمكن مباراتين السوبر كلكم ظهرتوا بمظهر جيد، بس انت طبعا كنت شكلك يعني مظهرك او شكلك في الملعب حلو، كان ليكي دور كبير. لما عرفتوا ان المحترفه مش هتلعب مش موجود، يعني المفروض دايما احنا عندنا في مصر الايمان بالمحترف، يمكن دينا بتقول الايمان بالمحترف كان بيبقى عالي قوي، ولكن محترفه مش موجوده وبنلعب من غيرها، بنلعب مع سبورتنج المرتبط خسر الماتش الاولاني، كانت الظروف مش حلوه. لعبتوا بمنتاليتي عامله ازاي وقلتوا لبعض ايه او الكابتن طارق قال لكم ايه؟ والله هو احنا اول لما عرفنا ان احنا في الماتش اللي قبله ما كناش عارفين ان المحترفه اتصابت يعني اصابه جامده عشان هي كملت على الاصابه، فما كناش عارفين ان هي لدرجه ان هي ما تقدرش تلعب الماتش اللي بعده، بس احنا عرفنا قبل الماتش على طول بشويه صغيرين يمكن ان هي مش تقدر تلعب، فساعتها عملنا ميتنج وساعتها الكابتن حتى يعني قال لنا هي لعبت او ما لعبتش احنا كلنا فرقه واحده وكلنا يعني الثقه موجوده واحنا مش محتاجين يعني هي طبعا المحترفه بتضيف لاي فرقه طبعاً. مهمه جدا طبعا، بس احنا فرقه الحمد لله زي ما دينا قالت احنا فعلا متكاملين وفي كل بوزيشن ما شاء الله في اكتر من واحد فكله موجود، فحتى لو هي مش موجوده احنا نقدر ان احنا نلعب ونظهر بشكل كويس، والكابتن كان مصر على حاجه زي كده فهو برده ادانا الثقه ان احنا نقدر نلعب من غيرها، وكلنا اتكلمنا مع بعض وحتى ما شاء الله نزلنا الماتش ده يعني صحيح كلكم ظهرنا بشكل كويس قوي كمان كنتوا كويسين قوي. هي الروح يعني كانت روح وكابتن اصر يعني على الحته دي. طب فريده ساعات بيكون الفرقه لما يكون فيها نجوم كتير، خلينا نتكلم بامانه يعني وفرق البنات بزياده الموضوع ده، بيبقى في المنافسه دي او المنافسه في اللعب في مركز مثلا ممكن تبقى ازمه للمدرب، ويمكن زي ما بقول لك بيبقى فرق البنات يمكن اكتر شويه من الولاد. شايفه الكم الكبير ما شاء الله الله اكبر يعني ربنا يحفظكم يا رب، شايفه الكم الكبير من النجوم وان عندنا في كل مركز لاعيبه واثنين وثلاثه، شايفه ده عبء ولا شايفه ده حاجه كويسه؟ بالعكس انا شايفه ان دي حاجه كويسه لانه برضو يعني احنا الحمد لله الفرقه كلنا بنحب بعض وكلنا اصحاب، والكابتن حتى يعني من اول سيزون لاخره هو بيعمل روتيشن فبيدي كل واحد حقه وبيدي وقت لكل واحد، وفي الاخر في الاول في الاخر لو ماتش مثلا جامد طبيعي اللي ماشي هو اللي يكمل، ودي حاجه صحيح. يعني دي حاجه احنا عارف بالظبط يعني اللي يومه هو اللي يلعب، والكابتن حتى لو اي حد مين اللي يومه هو اللي بيلعب، فالماتشات التانيه كلها بيحصل روتيشن، فبالعكس دي حاجه كويسه لان دي ده حاجه احسن لينا في الفرقه ان احنا عندنا كذا حد، فلو الفرقه التانيه مثلا فيهم مثلا خمس ست سبع لعيبه كويسين وقفوا الفرقه بالظبط لو تعبوا احنا اول ما بيريح الناس التانيه نازله جاهزه، الناس التانيه النجوم برده فبينزلوا ويكسبوا برده، فاحنا العكس ده ليد لينا احنا. يمكن برده اجيلك يا دينا برده يعني انا باخد برده من تقريبا فريده اجيلك، يمكن بقى دلوقتي وشفنا ده في الولاد على فكره بقى دلوقتي السيستم الروتيشن لو انت ما نجحتش تعمل الروتيشن ده واعتمدت على الفرقه الاثنين ثلاثه لعيبه هتخسر. صحيح ديفنتلي هتخسر دي حقيقة. فالنهارده الفريق الاولاد او الرجال روتيشن بيعملوه مستر اجوستي بشكل جيد، عندنا كابتن طارق خيري بيعمل نفس الروتيشن ده، شايف الروتيشن ده دلوقتي غير فكر كره السله في مصر ولا هنرجع في يوم من الايام تاني للفرقه اللي بتعتمد على لعبه فيه؟ يعني صعب لان هو ده بقى ده العالم كله بيلعب كده دلوقتي، ام بي اي يورو ليج اي حد بيلعب ده النظام دلوقتي، فصعب احنا بنتقدم مش بنرجع لورا، خصوصا لما تبقى في نادي كبير زي النادي الاهلي انت زي ما حضرتك بتقول انت عندك ناس كتيره جدا، فهو انت ما ينفعش تجمد حد صحيح. تلعب حد ما تلعبش يعني هو صعب، وانت اكيد في الاخر مصلحتك المكسب، بس في مدربين بيبقوا خوافين شويه خليك من كل ما لا ما ده شيء طبيعي، في مدرب خواف بس على حسب بقى انت وثقتك بنفسك وثقتك بفرقتك يعني صحيح. في الاخر انا واثق في ال 12 احنا القايمه 16 انا واثق في ال 16 خلاص مش بالنسبه لي مش هيبقى فريق يمكن ده بان اكتر كمان اقول لك ادينا في ماتش هليوبلس اللي فات بالظبط انا شفت طبعا كله
وكنا ناقلين عقلات الاهلي في البدايه كان في هزه شويه طبيعي بيراميدز ما فيش ضغط خالص هو خلاص ضمن مركز خامس تقريبا فبيلعب بدون ضغط وهو بالنسبه له يعمل ماتش كويس قدام الاهلي ده هدف اكيد لو كابتن ايهاب حافظنا كمان طبعا الفرقه وراجل مدير فني الفريق فتره فكان في الاول هزه شويه لما حصل روتيشن ونزلوا لعيبه جداد خالص بالظبط يعني بيتش بلاير مش كان من احسن الناس بصراحه في الماتش ده كانت فريده وهاله وميرال بالزبط. مع باقي الناس وفي ناس ما كانتش موفقه فاللي عوض ساعتها كان الناس الديفنس بصراحه جدا ف يعني اللي مشيت معاه الماتش ده مش الناس مثلا السكورر زي عندنا مثلا يعني يعتبر مثلا ميرال سوري نادين وسرايا اللعيبه اللي تحب الباسكت اكتر بتحب الباسكت فقفلت معاهم شويه مثال المجموعه فكانت التانية. النتيجه بقى بالظبط فالحمد لو لله لو انت فقدتهم الثقه قبل كده بالظبط فكان هيبقى في مشكله ساعتها مش هتلاقيهم بس كان فعلا دي بنت قوي قوي دي حقيقه وطبيعي الفرقه الثانيه ده ما يزعلش اللاعبات في حاجه لا 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 خالص يعني لا بالعكس يعني لا. فريده نزلت كانت كويسه جدا وموفقه وعوضت كل واحد بيلعب على امكانياته وكل واحد بيلعب على الكويس عنده فبالتالي الحمد لله ده اللي مخلينا فرقه متكامله لان مش كلنا كويسين في كل حاجه صحيح في ناس ممكن تكون في ناس كويسه في كل حاجه في ناس مميزه في حاجه في ناس مميزه في حاجه فبالتالي كلنا بنجمع ان احنا فرقه كامله متكامله فالحمد لله ده اللي مخلينا السنه دي ستيبل واقفين على رجلنا وزي مثلا ما حصل في مثلا ماتش الجزيره برده كان ماتش سخيف شويه كانت هي المنافسه بس بالظبط فالحمد لله ده قدرنا ان احنا نخلصه في الاخر واقفين على رجلنا روتيشن كويس قوي اللي خارج زي اللي داخل كانت النتيجه برده في هليوبلس ده برده اللي حصل الحمد لله خدنا بطوله المنطقه يعني صحيح طب فريده قولي لي يعني انت في نص انت دلوقتي في وسط الموسم يعتبر يعني احنا نقول في يناير الموسم بيخلص على 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 مايو على جونيو يعني احنا تقريبا في نص الموسم او يعني داخلين على النص يعني المطالب من اللعيبه ايه يعني انت دلوقتي ما شاء الله وصلتي للتوب فورم عامله فورمه كويسه بقى الحمد لله وجودك في الملعب يعني مهم جدا ازاي تحافظي على ده شايفه ده ممكن نحافظ عليه ازاي تحافظي ان انت تكملي الموسم كده والله انا شايفه ان هي يعني لو الواحد وصل لتوب فورم ما يوقفش يعني نفس اللي هو كان بيعمله ان هو لو انا مثلا بدات اشتغل زياده على نفسي بشوف انا ايه مثلا كانت الحاجات نقطه الضعف اللي عندي اشتغل عليها انزل اشتغل بدني مثلا زياده انزل اتمرن كويس قوي في التمرين برون. الحاجات دي يعني مهما كان ان احنا خدنا بطولتين ده مش معناه ان السيزون خلص فمعناه ان احنا بالعكس ده دافع ان انا اتمرن لسه ثلاث بطولات بالزبط. لسه السوبر المصري والكاس والدوري بقى ان احنا نتمرن زياده ونشتغل على اي نقط ضعف كانت موجوده في البطولتين اللي قبل كده عشان نحسن الاداء يعني الفتره اللي جايه ونكسب ان شاء الله بقيه البطولات خلي بالك برضو التقويات طبعا الاصابات بتاعت ربنا مهما عملت تقويات وعدت تقويات هي الاصابه بتيجي من عند الله سبحانه وتعالى ولكن انت بتقلل احتمال حدوثها بالتمرين البدني طب شايفه السوبر ازاي شايفين ماتش هي السوبر مش هتبقى يعني هي مباراه هي مباراه مش بطوله فيعني زي كاس نهائي كاس للاسف شايفاها ازاي شايفه طبعا سبورتنج راجعين مبروك طبعا كسبوا بطوله افريقيا احنا الحمد لله كاسبين بطولتين وشكلنا حلو شايف الماتش هيبقى سهل ولا هيبقى الماتش صعب والله هو ما فيش ماتش بيبقى سهل يعني ما ينفعش ما اقدرش انزل اقول اللي هو ماتش سهل بالعكس انا اي ماتش لازم نبقى مدينه اهتمامه عشان نقدر ننزل نكسبه بسهوله فاحنا لازم نبقى مدينه اهتمامه طبعا سبورتنج فرقه ما شاء الله يعني احنا عارفين ان هم ما شاء الله فرقه كويسه جدا ولسه كمان واخدين بطوله افريقيا فده دافع ليهم ان هم راجعين يعني عوضوا خساره المرتبط طبعا دي كانت ممكن تكون هزتهم شويه بس بطوله افريقيا هتديهم حافز فطبعا هيجوا متحمسين للماتش اللي جاي بس احنا برضو كسبنا البطوله اللي فاتت وكسبناهم في المرتبط فمتحمسين فان شاء الله الماتش يعني هيبقى في الملعب مش سهل بس هيبقى في الملعب واحنا جاهزين يعني بالظبط واحنا جاهزين انتوا طبعا انتوا فايقين وفورمه بتهيألي ما حدش شايفه قدامكم بتهيألي بالظبط في الدفاع صح الدفاع دي يعني طبعا انا عايز اقول لك انت من اكتر اللعبات اللي بتدافع يعني بشكل يعني انا بقول لك مستفز يعني بقول لك انا عارفه ان انا مستفزه والله يعني بتدافعي ودي حاجه على فكره ميزه كبيره جدا فيك يعني طبعا بالاضافه للفاست بريك والستي بوينت والكلام ده ولكن انت دفاعك دفاع جيد يعني لما بتنزلي بتقلبي الملعب في موضوع الدفاع شايفه الماتش اللي جاي ازاي شايفه ماتش السوبر الاستعداد ليه ازاي شايفه نفسيا المفروض نفكر ازاي قبل ماتش السوبر والله كوتش هيثم احنا طبعا هو بادئين يعني من بعد المنطقه ريحنا يا دوبك يومين وبادئين اول تمرينه يعني رجعنا كده واحده واحده عشان برده بعد شهر ما حدش اتصاب النهارده كانت تمرينه لا كويسه جدا مراجعات حاجات جديده بنراجع على القديم
لا اكيد استعدادها المره دي هتبقى غير مرتبط، كل مره هتبقى مختلف عن اللي بعدها. يعني مثلا ايه الاختلاف في السوبر؟ يعني هل طبيعي عشان هو يعني ماتش كاس يعتبر او طبعا نهائي؟ ضاع مننا السنه اللي فاتت، نعم فاكيد دافع ان هو ما يضيعش السنه دي. عندنا تارجت طبعا كلنا، كابتن طارق كمان في مش تارجت مش سمعنا ده هينفع. بنطري. ايوه بالظبط. فهو حتى ده بالنسبه له مش قصه فلوس او حاجه، على قد ما هو غيره، وهو شايف ان السكواد ده بصراحه ما ينفعش يخسر صح، برافو عليك، يعني بصراحه يعني. برافو عليك، صح. فهو قبل ما يبقى فلوس او حاجه او نادي او كده او اداره، هو طبيعي حقهم برضو، بس هو ما احنا ينفعش، لازم احنا من جوانا ما ما ينفعش ينفعش يعني. الحمد لله اكيد برضو عندنا غيره السنه دي، ان احنا زي ما شفنا سبورتنج بيكسب اكيد نفسنا احنا كمان ان شاء نكسب الله هنكسب عشان ان باذن شاء الله الله. نوصل، واكيد هيبقى نفسنا برضو افريقيا وعربيه. صحيح، ففي اهداف مش عايزين نكتفي بالحاجات ربنا يبارك، المصريه، الطموح ما يقفش. وطبعا عايزين نوصل ان شاء الله ان احنا نعدي يعني، خصوصا صحيح بقى لو في بقى بال او حاجات تانية. فاكيد ان شاء الله. زي ما الزمالك راح، واكيد شفنا الاجواء حلوه حلو ازاي، حلو كتير، صح. فطبعا نفسنا ما هو اكيد اللي جاي لان هنا ويعمل بال للسيدات، بالظبط. صح، فاكيد نفسنا ان احنا نبقى في البوزيشن ده، واظن ان الجيل اللي موجود ده دلوقتي يستحق، يستحق ان هو يستحق يبقى هناك. هو اظن اللي انا عارفه ان هم مش هيفرطوا في حاجه زي ان كده شاء الله، ان شاء الله. باذن دينا الله. بشكرك شكرا ميرسي جزيلا، يا كوتش يمكن هيثم. طبعا احنا نفسنا نقعد معاكم اكتر اكيد واكتر، طبعا ولكن كل اللعيبات يكونوا معانا. انا بشكرك، باذن الله. نورتيني وشرفتيني، ميرسي يا كوتش. والف مليون مبروك، الله يبارك في حضرتك. الف شكرا مليون مبروك شكرا يا كوتش. فريده، بشكرك وان شاء الله دايما كده تاتش وود، ان ودايما شاء تبقى الله. ماشيه من اعلى الاعلى. ميرسي بشكرك يا شكرا كوتش، جزيلا، ميرسي باذن الله. لحضرتك، ميرسي جدا. اعزائي المشاهدين، هنطلع لفاصل، هنستقبل بقى كمان باقي النجمات، تاني لقب السنه دي اكيد ما جاش من فراغ، بعد جهد وعرق وتعب من الجهاز الفني واللاعبات. هطلع لفاصل ونستقبل باقي اللاعبات، اشوفكم بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ومكملين لقاءاتنا طبعا مع ابطال بطوله القاهره، تاني بطوله لفريق السيدات في كره السله، واللي طبعا الدوري المرتبط كان اولى البطولات بطوله القاهره. ان شاء الله بعد اقل من اسبوع السوبر ان شاء الله يكون كمان اهلاوي. برحب بالبدايه برضوى محمد نجمه الفريق، والحقيقه عامله مستوى جيد جدا السنه دي. اهلا بيك يا رضوى. اهلا بحضرتك، ومليون مبروك. الله يبارك في حضرتك، ميرسي. وبنرحب طبعا بنهى شتا، احد نجمات الفريق واللي كان ليها دور كبير جدا في البطولتين. اهلا بيك يا نهى. ازيك يا كوتش؟ ازي اخبارك حضرتك؟ ايه؟ الحمد لله كل يمكن حاجه. نهى كنت بتكلم قبل الفاصل مع دينا وفريده، انه اللي عامل، وكلمت معاكي في الفاصل، انه الحقيقه اللعيبه طبعا الستارز، ودي حاجه ما زعلناش، اللي عامل الفرق السنه دي ان كابتن طارق خيري دخل 6 نجمات جداد او صح. 7 نجمات، صح كلامي مظبوط ولا صح؟ لا؟ وادى الثقه للكل، مش صح. بس المجموعه اللي واخده الثقه او هم عندهم ثقه. شايف الكلام ده صح؟ هو ده اللي عامل معانا الفرق السنه دي؟ طبعا يعني هي بصراحه كلمه السر لحد دلوقتي هي الثقه. كابتن طارق من اول السيزون وهو حتى قايل لي يعني انا شخصيا انه في مراهنه يعني على الفرقه كلها، فبصراحه هو ده سبب كبير قوي من اسباب ان احنا كلنا عايزين السيزون ده ان احنا كلنا نبان بصوره احسن، وان الفريق يبان بصوره احسن، صحيح. عشان احنا كده عايزين ناخد البطولات كلها، عشان كده عايزين كلنا ان احنا نعلى مع بعض، حتى في ثقه من الفريق من اللاعبات لبعض يعني خلي بصراحه. بالك يا نهى، انت من اللاعبات اللي السنه دي ظهر بشكل مختلف الحمد لله. وباداء مختلف، ومش باداء ان انت يعني زي ما بيقولوا يعني اداء يعني مؤدي، لا اداء بيكسب فرقه. الحمد لله. شايفه الثقه غير الثقه ايه؟ يعني برضو ما هو الثقه مش كافيه، يعني ماشي، ما انا ممكن ادي اللعيبه كتير جدا الثقه دي انا حقيقة. كمدرب، وبرضو صح. اللعيبه ممكن ما توفقش. شايفه ايه جنب الثقه مهم جدا ان احنا نظهر بالشكل ده؟ بصراحة يعني هو الجهاز كله يعني بيكمل زي ما بيقولوا بيكمل الإكويشن، بيكمل المعادلة، إن في غير الثقة في جزء نفسي مع دكتور مي، في جزء بدني مع كابتن أكرم، كل حاجة مكتملة. فلما اللعيب حتى بيجي يقع غصب عنه في حتة، بتلاقي الناس كلها في ظهره يعني، بتلاقي لو أنت هتيجي، عشان اللعيب بطبيعته عنده كيرف برضه، فلما بيجي الكيرف يقع بتلاقي لا بتتلحق يعني، الجهاز كله بيلحقك والفرقة كلها بتلحقك. فده غير بقى الدافع النفسي طبعا لكل لعيب لوحده، ان هو لا عايز يبان ان هو يمسح اللي فات ويبدا يعني، بالذات اللعيبه اللي صفحة كانت جديدة، الثقه بالظبط اللي كانت صحيح. الثقه واقعه او هكذا، فبيبدا اللعيب انه عايز يفتح صفحه جديده. فكل الدوافع بصراحه بتؤدي للموضوع ده يعني. صحيح، يمكن اخد من كلام بقى نوها واجي لك يا رضوى، يعني العوامل النجاح مش بس الثقه، ما الثقه دي يمكن الايه زي ما بيقولوا الكريزه اللي على التورته زي ما بيقولوا، او اللي هي الفاينل او الحاجه، بس في عوامل كتيره. يعني انت بالنسبه لك على المستوى الشخصي، تحول في المستوى، انت من السنه اللي فاتت ما شاء الله كويسه وفتات على 3، ربنا بس يخليك. النهارده احنا شايفين برضو مستوى تاني، حتى الجمهور النادي الاهلي ملاحظه التحول ده بجانب الثقه، كان ايه؟ ان احنا اشتغلنا مع بعض كلنا، ان احنا اتكلمنا ان احنا هنشتغل خاص از تيم ورك، واحسن حاجه ان زي ما هم كانوا بيقولوا ان يعني الحمد لله عندنا ناس سكورر وكل حاجه، بس في الماتشات
بيبقى السكور بياخدوا السكور بتاعهم وفي نفس الوقت كل الفرقه بتجيب سكور. هو ده اللي عمل اه دي اللي عملت الطفره حتى صح. ان الخمسه بقوا مدافعهم خلاص بقى في الاول مثلا كان. طب انت على المستوى الشخصي انت عملت ايه السنه دي مختلف؟ يعني يعني نقعد نفكر كده نسرح شويه في الثلاث اربع شهور اللي فاتوا او فتره الاعداد، هل زدت شويه في البدني؟ هل اتمرنتي بدني زياده ولا هل اتمرنتي باسكت اكتر؟ يعني انت تحليلك ايه؟ عايزك تديني تحليل عن مستواك الشخصي يعني من وجهه نظرك. انا بالنسبه لي انا كده كده البدني ده اهم حاجه بالنسبه لي، بلس بقى الباسكت حسن الصراحه في طفره شويه عشان في الاول ما كانتش في ثقه زي ما كلنا بنتكلم في موضوع الثقه. فانا بالنسبه لي لا دلوقتي انا هشوط مرتاحه، بحس ان نسبتي في الحاجات الانديفيدوال وكده بحاول احسن منها اكتر، بحس ان الطفره تبان اكتر، ان انا احسن من نفسي، ان انا اساعد فرقتي. حتى حوار الديفنس وكده لا بقى، ان انا لو انا كويسه في الديفنس انا عايزه ابقى احسن في الديفنس عشان دي اهم حاجه اصلا بالنسبه لنا. احنا فرقه فعلا كامله متكامله من كل حاجه. صحيح. خمسه بيطلعوا خمسه يعني بينزلوا بيدافعوا. يمكن انت دايما بيجي يعني بيتم يعني كابتن طارق بيديكي مهمه وهي الضغط من اول ملعب اوقات كتيره جدا، الموضوع ده محتاج فتنس قوي. انا كنت اكره اضغط، بحب اضغط. انا كنت بص لو ضغطت يبقى انا 10 دقايق ومش هتلاقوني، فده مطالب منك ان انت تحلي الناحيه البدنيه قوي. بس احسن حاجه في كابتن طارق كمان ان هو الروتيشن، يعني انا مثلا يعني بينزل مساحات الكوارتر ده انا هموت نفسي، يعني مش هخلي الموضوع يبقى ايزي، بحيث اللي هينزل ورايا هيضغط تاني، عشان كده دي احسن حاجه ان احنا عندنا عدد، يعني عندنا في كل بوزيشن في واحده واثنين وثلاثه، فدي حاجه كويسه قوي، بحيث ان احنا الروتيشن لما يلف خلاص انا تعبت، اللي ورايا هينزل هيتعب هنبدل، فهينزل تاني انا هبقى قادره، فالفرقه تانية هي اللي مش تبقى قادره، فدي احسن حاجه. حلو في حته ان انت بتقولي مش وانت كلمتين انا طالع منهم من كلامك، ان انت بتعملي فول باور في 10 دقائق غير لما اوزع مجهود على 20 دقيقه. دي حقيقه. رقم اثنين انت عندك ثقه ان انت هتنزلي تاني، يعني انت مش طالعه عشان تقعدي لاخر الماتش. لا دي بقى دي احسن حاجه، لو انا كابتن يعني خلاص هو واثق فينا خلاص، اللي تعبان يريح وهينزل تاني. حتى خلاص دي حد النهارده موفق، خلاص الموفق ده هيكمل مفيش مشكله، واحنا هنشجعه، حصل دروب حد هينزل وهكذا، فالروتيشن ماشي، فدي الصراحه احسن حاجه. طيب يعني ماتش هليوبلس كان فيه ستارتنج وحش وكنا بادئين مش موفقين، مش وحش يعني ما كناش خسرانين بس ما عملناش الفرق اللي احنا كنا متخيلينه. لقيتي على البنش هل كنت شايفه ان ده مقلق ولا كان عندك ثقه في المكسب؟ انا كده كان عندي ثقه في فرقتي الصراحه وفي المكسب، وطبعا الجمهور كان فوق الخيال، كان تحفه، وكده كان عندي ثقه فيهم، بس اللي هو جماعه يلا نفوق، لازم نفوق. متأخر. ايوه اللي هو ما ينفعش احنا مش هنكسب في اي لحظه، لازم ندافع. فلما فوقنا بعض واتكلمنا والكابتن كمان اتكلم وجمعنا وبتاع، فلما الفرقه كلها دفعت خلاص الصراحه خلاص احنا سر الدفاع دفاع بين الشوطين، دفاع فورايفر دفاع. الدفاع في التالت والرابع هو اللي عمل الفرق الصراحه. وحتى التغييرات كمان يعني مش سكور زي ما دينا كانت بتقول ان كان في ناس مش موفقه، في ناس تانية بتسكور عادي، كانوا جايبين سكور وعاملين ديفنس كويس قوي زي هاله، كانت هاله ما شاء الله موفقه قوي، وفريده ومرون، فكلهم كانوا كويسين، بس السكور المفروض فكانت عادي ناس تانية، فاتقسمت على الفرقه كلها، فدي كانت احسن حاجه ان احنا كده كده بنكمل بعض. صحيح. النهارده واقع ده هنفوقه فده هيجيب، فدي الصراحه احسن حاجه. نهى انت عارفه اللي عاجبني ايه؟ ان انتوا كلكم بتتكلموا لغه واحده، يعني انا قاعد ما شاء الله انتوا نفس الكلام بنفس الفكر، الموضوع ده ما جاش صدفه. الموضوع ده جاب نتيجه اجتماعات كتير وكلام كتير ورغي كتير جدا مع الجهاز الفني واللاعبات واللاعبات مع بعضيهم عشان تقدر تادبت المينتاليتي تروح كده في الاتجاه ده، كله بينكر نفسه بيبقى الموضوع صعب. طب نوع انا عايز اسالك سؤال، انت في البوزيشن بتاعك عندك كتير بيلعبوا تمام ولاعبات نجوم، في لاعيبه نجوم طبعا، وده طبيعي يعني ده ما هيزعلناش طبعا. ازاي لقيتي لنفسك دور؟ خلي بالك بيبقى صعب جدا انت بتحارب مع لعيبه يعني اكبر منك وعندهم خبرات، ازاي لقيتي لك دور؟ ازاي قلت ايه لنفسك في بدايه الموسم عشان الاقي نفسي دور؟ والله قلت ان انا لازم اخلق لنفسي دور، يعني قلت يعني خلاص هو دلوقتي يا ما فيش، يعني بصراحه يعني قلت اتس ناو اور نيفر يعني زي ما بيقولوا. وحتى مع كلام كابتن طارق وكله ان لا لازم يبقى ليا دور في الديفنس وفي الاوفنس وفي كل حاجه، يعني ضغط بالظبط ضغط نفسي عليك لان انت بتبقى مركزه الوقت اللي انت نازلاه، انت لسه عايزه تثبتي نفسك. هم تعبوا معايا كتير برضو عشان لو كابتن طارق بيتفرج هو ما زال بيتعب معايا في الموضوع ده، بس بصراحه هو دايما بس انت رفعت راسه يعني هو بيتعب معايا. اتمنى اكون رفعت راسه، فلا هو بصراحه في ظهري يعني على طول. فهو يعني لما الواحد حتى بيشك في نفسه يعني طبيعي في لعيبه ممكن تبقى عندها شك بالظبط، لا هم دايما في ظهرنا الجهاز الفني كله يعني على راسه كابتن طارق، لا كله كابتن عليا يمكن كانت لعيبه زي معاكم كابتن عليا اوكي طبعا حبيبتي الكل بصراحه يعني جميله جميله. طب احنا بتتكلم معاكم في ايه؟ هل ممكن تاخدك تديكي نصايح طبعا
انديفيدي ولا هل ممكن بنصايح في الملعب على طول؟ يعني طب بتقول لك ايه مثلا انت على المستوى الشخصي؟ يعني بتقول لي في كل حاجه، يعني قبل يعني في اللعب مثلا في حاجات معينه انا دايما بغلط فيها بصراحه، مثلا ان انا باخد بوزيشن فوق مثلا شويه، فهي تقول لي لا ان انا لازم اخد اللا، لان انا المفروض استغل قوتي بالظبط، لان انا يعتبر بيفوت قوي، دي من مميزاتي، فالمفروض ان انا لا اخد البيفوت اللي معايا انزل بيه تحت بالظبط، ان انا اشوف برده الكيك اوت، لان دي حاجه من الحاجات اللي انا بالظبط اول ما يجي عليا الدبل تيم لا انقل الكره الناحيه الثانيه، غير بقى الحاجات الشخصيه اللي هي بتديني ثقه في نفسي ان انا لا ان انا لعيبه جامده وان انا طول عمري شايله. طب اكتر حاجه فنيه زادت فيك السنه دي ايه؟ يعني انت من وجهه نظرك بقى، خلينا نسمع من وجهه نظرك انت مش من وجهه نظرهم هم. اوكي. ايه اكتر حاجه حاسه ان انت بقيتي فيها احسن من السنه اللي فاتت؟ اوفنسيفلي بصراحه حاسه. نتكلم على الاثنين، الدفاع والهجوم. لا يعني في الدفاع لا، ان انا بقيت مع السكرينات ومع الحركه بتحرك احسن، طبعا في جزء لازم في السرعه اللي هي طبعًا. السرعه اللي بالجنب برده، فدي حاجه محتاجه اشتغل عليها، بس عامه في السويتش كان دايما مثلا زمان استحاله اعمل سويتش، يعني انا مع حد قصير استحاله، دلوقتي ممكن اتحسن فيها بالظبط، فدي حاجه مثلا في الجزء الدفاعي. في الجزء الهجومي في الثقه اللي تحت الباسكت، اللي هو ان انا ابقى واقفه في البوزيشن الصح، في الكوره تجيلي في الوقت الصح، او ان انا استغل الاوفنسيف ريباوند، ان انا لا اعرف اجيب، انا اعمل لنفسي بدل تعرفي هتعملي ايه، بقيتي نازله ليكي تارجت بالظبط، ان انا اتليست يعني اجيب، لو نازله مثلا مع ناس اللي هم بقى فعلا بيحبوا الحلقه وسكورز وكده، لا ان انا استغل ده، فان انا اعرف اجيب سكور من الاوفنسيف ريباوند. طب هل التكتيك اللي بيديك كابتن طارق اكيد في موف منه بيبقى طبعًا. مثلا هاي سكرين كروس سكرين، اكيد في الاخر بيخلص ان الكره تنزل لك صح، هل ده يعني شايفاه بيساعدك؟ هل شايفه ده حاجه مهمه؟ خلي بالك في لعيب تنزل له الكوره وما بقاش مستعد لها، يعني ال- ال- الوقفه بتاعته مش صح. صح. هل شايفه ده بيساعدك لما بتبقى الكره متفقين عليها او لعبه متفقين عليها وفي الاخر بتخلص عليكي مثلا او بتخلص الكره ليكي تحت الحلقه، شايفه ده بيساعدك ولا لما يبقى فري بلاي بيبقى احسن؟ لا بيساعدني طبعا، لان بيبقى الهجمه مفصله ليا، مثلا الكره تنزلي بطريقه صحيح. معينه على عدلتي، يعني صحيح. انا بحب اخد الكره بطريقه معينه، فكابتن طارق ده اللي بيقوله للفرقه، ان لا لما نهى مثلا بالذات لما يبقى عليها ميس ماتش حد زي رضوى مثلا ماسكني، لا لازم الكره تنزل لها بالظبط، لازم تنزل لها. فيمكن التكتيك ده بيساعدك اكتر، بيرتب لك افكارك في الملعب هجوميا طبعا. يعني بصي لما اتكلمت معاكي بدات افهم ما شاء الله ليه انتوا يعني ما شاء الله يا رب يحفظكم الله اكبر عليكم، ليه في طفره فعلا. بس اجي لك برده يا رضوى، يمكن انت عندك ميزه كويسه حلوه برده، انت بتلعبيها 3 على 3 يعني لعبتي مع منتخب مصر، و 3 على 3 بتدي سرعه في اللعب. يعني انت ما شاء الله عليكي سريعه جدا جدا، ضغطك عالي، حركتك في الملعب يعني فريكه زي ما بنقول بلغه الباسكت يعني. فدي اكيد عادت عليكي في الفايده، يعني 3 على 3 نفعتك في اللعب 5 على 5 جدا، حركتك الكتيره فادتك. شايفه ان ده حاجه دور غايب عن الفرقه وانت محتاجه تتمسكي بيه شويه؟ انا كرضوى عامه بحب الترينتري جدا، 3 على 3 بحبها جدا، بس هي كمان بتعلي يعني النفس وبتعلي ال 1 1 الانديفيدوال الحاجات دي، فبتيجي لما تلعب على 5 على 5 تحس اللي هو لا انا عادي بلعب، بتحسن كتير قوي، فدي بتفرق الصراحه. يعني انا يعني بحبها فادت 3 على 3 كتير جدا الصراحه. طب قولي لي، زي ما سالت نهى كابتن علي او كابتن طارق بيوجهوكي على المستوى الشخصي والمستوى الجماعي، ايه اكتر الحاجات اللي دايما مثلا نقول كابتن علي بلاش كابتن طارق انا هسمع منه على الهواء بنفسه، بس ايه اكتر حاجه يعني بيواجهك فيها او دايما بيسترس عليها؟ كابتن علي ولا كابتن علي؟ لا كابتن طارق ولا كابتن علي؟ اوكي كابتن علي. لا كابتن علي دايما اللي هو مثلا يعني انت ليدر، يعني حتى كابتن طارق دايما صراحه بيقولها لي، انت اللي بعديه في الملعب، يعني كان بلاي ميكر وبوزيشن واحد وكده، فانت بعديه في الملعب، لازم يبقى فيه شخصيه، لازم نليد الموضوع كويس. عاليه دايما اللي هو جماعه يعني مثلا رضا ما تتوتريش، العبي مثلا كذا، خدي السكرين، دايما صراحه بيبقى فيه التوجيه. بصراحه يعني طب برضه في حاجه، كان زمان المحترفه اللي بتيجي غالبا في مركز بوينت جارد، وده اكيد لما مشيت وتم تغيير البوزيشن بتاعها، انت دلوقتي عليك حمل كبير، لانه خلاص انت لازم تبقي زي المحترفات اللي كانوا بيجوا. يعني ده مثل، انت بتضحكي لان انا عارف ده ضغط. ده مثل عليكي ضغط ولا مثلك دافع وحماس؟ الله انتوا بتثقوا فيا، طب والله لو اوريكم انا بعمل ايه. بصراحه الاثنين يعني. هو دافع اللي هو لا احنا برضو احنا يعني كويسين، انا هتحسن، اللي هو حتى المحترفين بيدوني دافع عامه، اللي هو انت مكاني لو انا حتى بديل، فلا هو انا هبقى قد المسؤوليه. برافو. فدي صراحه بتدي دافع ليا، ولما مشيت حسيت اللي هو
لا هو انا ان شاء الله قد المسؤوليه ان شاء الله يعني. فبحاول يعني انا في الاول كان ضغط بس لما مشيت بقت دافع. دي حقيقه. فبعد كده اللي هو يعني لا انا ان شاء الله هبدي مسؤوليه، هحاول اخلي الكابتن يثق فيا، انا هدي لنفسي ثقه عشان ادي فرقتي تثق فيا اكتر كده. انا عايز اقول لك انت حليتي ازمه كبيره جدا لكابتن طارق. بس يعني هو المشكله ان هو بيبقى الراجل او المدير الفني بيبقى محتار يجيب المحترف في اي مكان. فلما بيلاقي اللعيب شايل مكانه وسادد بيروح على المركز اللي ممكن يبقى محتاج فيه، عنده اصابه عنده حاجه. واخطر مركز بوينت جارد. طبعا انا بقول لك اخطر مركز. فبرافو عليكي وربنا يوفقك. بس خليه برضو انوها يعني يعني التو مانز بلاي بقت هي الباسكت دلوقتي. طبعا بيك اند رول والحاجات دي وبتاع، ولو اللعب باظ او التكتيك باظ بروح بيك اند رول. مين اكتر لعيبه في الملعب بتحبي تلعبي معاها؟ ما تقوليش بقى رضوى عشان انا على الهواء. اقول انا عادي. لا لا عايز ارد. مين اكتر جارد تحبي تلعبي معاها بيك اند رول؟ فريدة وائل. يا جماعه هاتوا لنا فريدة وائل. لا بهزر. بس يعني هي اكتر بتقدر تلعب معاكي. لما بتعملي بيك اند رول وتلفي. فاهماني؟ اصل انا وفريدة من زمان واحنا كنا اتنقلنا من هليوبلس للاهلي، فلا هي حافظاني يعني. فبتحبي تلعبي معاكي. بصراحه. طب بقى العكس هسال السؤال بقى. طب انت يعني يا رضوى لما بتيجي تلعبي مثلا هاي لو او بتلعبي هاي سكرين بيجي لك هاي سكرين، مين السنتر اللي بتحس ان هو يقدر ينفذ ده؟ على فكره ده مش عيب على فكره. ثلاثة. يعني في لو بيفيتات فممكن محترفه وهاله ورنيم. طيب هقول لك يمكن من وجهه نظري معلش انا هكلمك اقول لك انا شايف ان هاله اكتر واحده. يعني انا هو مين لي عامه هي مين لي هاله. هاله يعني اكتر واحده. هي حتى في ديفنس من غير كوره يعني، حتى في ماتش المرتبط الفاينل لما كنت يعني بلعب جنب رنيم وهاله، هاله بتعمل يعني جود سكرين، انا بطلع انا بجد بطلع فاضيه يعني. ممكن استنى حبه لحد ما حد يجي. فدي صراحه ما شاء الله عليها يعني. فيها خلي بالك نهى برضو انت هتلقطي الكلام ده يعني. خلي بالك انت لما تشوفيه وتتمرني صح وهيبقى سيستم هيبقى يعني. انا وانا صغير وطلعت وجيت على لعيبه بتلعب مش عيب، كنت ممكن اللعيب يبقى طالع صغير واتعلم منه حاجه. طبعا ايوه طبعا. فدي هتبقى يعني بس هي عامه ما شاء الله برضو عامه نتكلم يعني. يعني حتى السنه دي لا انا شايفه ان هي اتحسنت كتير قوي قوي يعني اوفنسيفلي وديفنس. خلي بالك الطفره اللي حصلت في المستوى ان احنا نكسب سبورتنج من غير محترفه. طبعا. وهم بمحترفه الطفره دي انتوا اللي عملتوها. صح. مع احترامي لكل النجوم هم الاساس وهم كل حاجه، ولكن انتوا اثبتوا ان انتوا لا تقلوا عن اي حد. وكابتن برضه الصراحه ادانا الثقه دي اللي هو في محترفه او ما فيش. الصراحه الايمان باللعيب يا فندم هو الايمان. صح. انت مؤمن باللعيب هو نفسه هيامن بنفسه. وكابتن طارق في الحته دي عملها على فكره مع الرجال. لو كنتوا انتوا متابعين فاكرين افريقيا 2016 ولا لا؟ كابتن طارق خير عمل كده. طب خلينا نروح للسوبر. السوبر اللي جاي احنا معانا سبورتنج. هم راجعين واخدين افريقيا حاله نفسيه جيده. طبعا. شايفين الماتش ازاي؟ هو كده فريق يحترم جدا جدا. طبعا. فريق يعني زي برضه فريق دايت هو جاي من خساره مرتبط واخد افريقيا، فده صحيح. دافع كبير قوي قوي ليه. صحيح. بس احنا في الاخر يعني بالنسبه لنا الفرقه كلها واحد يعني. سبورتنج زي اكس سؤال كده كده. ما هو احنا برضو ما خدناهوش السنه اللي فاتت، فبالنسبه لنا مش اوبشن يطلع ورا النادي. هم عندهم دافع. طب انا عندي دافع. هو ده السؤال. الصراحه بالنسبه لنا السنه دي ان احنا جايين من خساره وحاجات كتير، فبالنسبه لنا السنه دي لا احنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله خمس بطولات ان شاء الله في النادي. شايف عندنا الدافع زيهم؟ طبعا احنا عندنا دافع كلين شيت السيزون ده يعني. بعد ماتش الكوره لازم اقولها ان احنا ان شاء الله موسم يا رب يا رب بلا خساره يعني يا رب. نهى بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جدا يا كوتش والله. سعيد بيكوا جدا جدا. انا اللي سعيده والله جدا. شكرا جدا. رضوى بشكرك ومبروك يعني. شكرا لحضرتك جدا. الله يبارك في حضرتك. ميرسي قوي بجد. نورتوني شرفتوني. ده نور حضرتك. شكرا. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل بقى عشان نكمل لقاءاتنا. زي ما انتم شايفين طبعا منتاليتي واحده فكر واحد. المكسب مش بيجي من فراغ، وده دورنا ان نوريكم المكسب بيجي بعد تعب قد ايه. ارجع لكم بعد الفاصل.